رسالة غامضة من حسام حبيب بعد عودة الظهور شيرين عبد الوهاب. بعد أزمتها مع حسام حبيب، شيرين عبد الوهاب توجه نصيحة عن الزواج. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. لما الأسد بيغيب الغابة بتسيب. أوبا! حسام حبيبي يا جماعة بيقول الأسد لما بيغيب الغابة بتسيب. الأسد راجع يا جدعان. الله. الغابة لما بتسيب الأسد لما بيغيب الغابة بتسيب. رسالة غامضة من حسام حبيب بعد عودة ظهور شيرين عبد الوهاب. ظهر المطرب المصري حسام حبيب في فيديو مع الناشط الحقوقي سعيد جميل، والذي يتبنى قضايا حقوق الرجال والحفاظ على الأسرة. وقال سعيد جميل في بداية مقطع الفيديو مازحا بأحد شعاراتها التي يصرح بها دائما، وهو الست يا أما بتعشش يا أما بتطفش. ويرد عليه حسام حبيب في الفيديو بعدما سأله سعيد جميل قائلا: لو سمحت يا حسام، ممكن تقولنا إيه اللي بيحصل لما أسد بغيبة؟ يرد حسام مازحا: الغابة بتسيب. وقد تصور مشاهدي هذا الفيديو بأن حسام حبيب يقصد بهذا الكلام طليقته شيرين عبد الوهاب، لأنه كرر الجملة مرتين. وعلى صعيد آخر، فقد ظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة أصدقائها مؤخرا، وقامت بنشر صورها معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بشكل كبير، ومن بينهم مدير أعمالها السابق ياسر خليل. واذكروا أن شيرين منذ فترة قريبة كانت على خلاف معه وكانت تهاجمه، لكن على ما يبدو أن علاقتهما قد تحسنت هذه الفترة. وقيل أن تلك الصورة سبب عداوة ومشاجرة بينه وبين حسام حبيب، وصلت لحد التهديد بالسلاح الناري، وانتهى الأمر إلى القضاء، حيث أن حسام حبيب منع شيرين قبل الزواج من العمل مع ياسر خليل، وقد نجح وقتها. لذا توقع البعض أن شيرين تسعى للتصالح مع ياسر خليل رغبة في الانتقام من حبيب الذي منعها من العمل معه، خاصة بعدما أن قامت شيرين بتقديم بلاغ ضد حبيب للنائب العام. قبل ذلك نشرت شيرين صورة لها مع مدير أعمالها الجديد الذي خلف حسام حبيب ويسمى ميمي، ونشرت صورتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ولا شك أن شيرين عبد الوهاب لها بعض التصريحات التي أثارت الجدل، خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب. وصرحت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد على فضائية أون عن علاقتها لحسام حبيب، وقالت: كل الناس عارف ان كنت بحاول اجمل صورته، الناس مش عبيطة وعارفة كل حاجة، وعارف ان كنت بكدب علشان اجمله، وانا ست كنت عايشة مع رجل تقريبا مش بيشتغل وما بيروح يشوف اهله ولا اصحابه ولا بيخرج وما عندوش غير حب الامتلاك، وفضلت جنبه على امل النجاح وعدم الفشل، وانا خدامة الراجل، الراجل اللي عايش معاه دايما. بعد زمتها مع حسام حبيب، شيرين عبد الوهاب توجه نصيحة عن الزواج. بعد زمتها مع زوجها السابق حسام حبيب، وجهت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب نصيحة لخريجات جامعة المصرية بشأن الزواج. ولدى وقوفها على خشبة المسرح، قالت شيرين لخريجات إحدى الجامعات الخاصة المصرية الأربعاء الماضي: يا ريت ما تتجوزوش قبل ما تشتغلوا. وفي وقت سابق رفضت السلطات المصرية طلبا بمنع الملحن حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب من السفر. الطلب تقدم به دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية اتهامها لحبيب بسرقة سيارتها والتعدى عليها بالضربة. وكانت حرب البلاغات قد تصاعدت بين شيرين وطليقها حسام حبيب بعدما تقدم الأخير ببلاغ يتهم فيه الأولى بالسب والقذف. وتستعد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والحان عمرو مصطفى. وقال الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة الذي نشر ملصق الأغنية عبر حساب موقع فيسبوك إن الأغنية من كلماته وسيتم طرحها قريبا. وصرحت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد على فضائية أون عن علاقتها لحسام حبيب، وقالت: كل الناس عارف إن كنت بحاول أجمل صورته، الناس مش عبيطة وعارفة كل حاجة، وعارف إن كنت بكدب علشان أجمله، وأنا ست كنت عايشة مع رجل تقريبا مش بيشتغل وما بيروح يشوف أهله ولا أصحابه ولا بيخرج وما عندوش غير حب الامتلاك، وفضلت جنبه على أمل النجاح وعدم الفشل، وأنا خدامة الراجل، الراجل اللي عايش معاه دايما. شيرين عبد الوهاب تنشر صورة مع مدير أعمالها أجدع راجل في مصر. نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب صورة جديدة في آخر ظهور لها مع مدير أعمالها ميمي، وعلقت عليها أجدع راجل في مصر. وفي سياق المتصل، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإطلاق أحدث أغنياتها التي تحمل اسم المترو، والتي سيتم طرحها على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة والحان عمرو مصطفى. ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقي للأغنية. وتحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في تونس يوم 20 من أغسطس الجاري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج. ومن المقرر أن تقدم شيرين بالحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.
ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة أيضا بعنوان عودتني الدنيا بالتعاون مع النجم تامر عاشور، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. عودتني الدنيا من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع النابلسي، وتنتمي للأغاني الدرامية التي تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور. حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على توجيه نصيحة إلى خريجي إحدى الجامعات في الاحتفالية التي أقامتها إحدى الجامعات الخاصة ليلة أمس الأربعاء. وجهت شيرين عبد الوهاب حديثها للطلاب أثناء وقوفي على المسرح قائلة: يا ريت ما تتجوزوش قبل ما تشتغلوا. السبب الحقيقي وراء زيادة وزن شيرين عبد الوهاب. أثارت النجمة شيرين عبد الوهاب جدلا كبيرا بظهورها بوزن زائد الفترة الأخيرة، وقد أثارت إطلالتها بحالة من القلق لدى جمهورها متسائلين عن السبب. ولكن الحقيقة أن شيرين عبد الوهاب تحدثت من قبل عن سبب زيادة وزنها وقالت: أنا بحس أنه في السابع من زيادة وزني، على وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده كولونوبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثنى عشر. ولكن وراء زيادة وزن شيرين عبد الوهاب أسبابا أخرى، من توقف نشاطها الفني لفترة وبقاؤها بمنزلها دون ممارسة الرياضة، كما أدى التوتر والاكتئاب الذي أصابها بعد انفصال عن حسام حبيب إلى زيادة وزنها. من جهة أخرى، كشف الشاعر أمير أبو طعيم عن البوستر الخاص بأغنية المترو للمطربة شيرين عبد الوهاب تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة. الأغنية من غناء شيرين عبد الوهاب وكلمات أمير طعيمة ولحان عمرو مصطفى. من ناحية أخرى، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لحياء حفل ختام الدورة 56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس يوم السبت 20 من أغسطس المقبل. أسرة حسن وسعود ترد على شيرين عبد الوهاب التنمر والسخرية من الناس عيب. أصدرت أسرة الراحل حسن أبو سعود بيانا ردا على ما ذكرته شيرين عبد الوهاب خلال مداخلتها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، وجاء كالآتي: في ميزان الإنسانية قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى، التنمر والسخرية من الناس عيب. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب طلاق شيرين عبد الوهاب من الأساس؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية، أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.